ما علاج الوساوس خاصة فيما يتعلق بأمور العبادة والصلاة؟ استعاذ بالله من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فتستعيذ بالله من وساوس الشيطان ونزغاته ووسوسته، والله جل وعلا يعيذ من استعاذ به. ثانيا، لا تلتفت إلى الوساوس ولا تتكلم بها، ارفضها واتركها ولا تضرك بإذن الله.